ملتقى انطلاقة واعدة التربوي العاشر يعمل على تعزيز مجالات التواصل مع معلمات المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وسط تطلعات وطموحات واسعة وآفاق عريضة في خدمة مسيرتنا التعليمية والارتقاء بها، لأن رسالة التعليم مكانتها رفيعة وهي رسالة الأنبياء، وعليها تبنى الآمال في صناعة الأجيال وبناء الأوطان. وتبقى مسؤوليات أصحاب هذه الرسالة من أهل الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات واسعة وجسيمة تجاه ذلك، وتحكمها معايير الأمانة والإخلاص والوفاء والعطاء والتطوير. أهداف الملتقى توجيه معلمات المستقبل إلى طريقة التكيف مع الحياة العملية ومعرفة الطريقة الصحيحة والمثلى في التعامل مع الإدارة المدرسية والمسؤولية في طريقة التعامل مع الزملاء وأولياء الأمور وكذلك تلاميذات وطالبات المدرسة. أشكر القائمين على في جمعية المعلمين الكويتية، خاصة إدارة المعلمات، على هذا الجهد الجبار اللي قاموا فيه في عمل ورشة انطلاقة واعدة لطالبات كلية التربية الأساسية وجامعة الكويت، طالبات التربية العملية. أتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأشكر جمعية المعلمين ما أخرى على هذه البادرة الطيبة، وأتمنى لهم كل توفيق ونجاح إن شاء الله. فالملتقى هذا يعطيهم نوع من ما هو موجود داخل المدارس، يعطيهم إشارات، يعطيهم نبذة عن ما هو موجود، فعشان إذا راحوا المدارس هم يكونون على علم ما حصل داخل المدارس. والملتقى هذا احنا طبعا في التعاون بيننا وبين جمعية المعلمين الكويتية، طبعا التعاون هذا صار له مستمر يمكن من 10 سنوات، واحنا نتعاون على الملتقى هذا اليوم السنوي او الفصلي، ما اقول انا سنوي، بعد كل فصل دراسي نلتقي فيه، ونتمنى ان هالشيء يستمر الى يعني ببداية كانت بس ملتقى بسيط ونمشي، الحين صارت في ورش، ونتمنى إن شاء الله بالمستقبل يصير أكثر من ورش. اللقاء يهدف إلى تعريف الخريجات بالمستجدات التربوية التي طرأت على الميدان في توضيح العديد من اللوائح والمهارات وطرق التدريس، إلى جانب تعزيز روح الحماس لديهن وتعليمهن طرق الوصول إلى التميز. والحويدر، تلفزيون دولة الكويت.